صباح الخير توينسل الكل، ان شاء الله يومكم سعيد طيب، وان شاء الله نهاية اسبوع موافقة وترتاحوا فيها بالباهي. الفيديو متاع اليوم حبيت نعملها كالعادة، حبيت نعمل فيديو مباشر لانه مانيش عارف شنو قاعد يصير في الصفحة من الصباح، وانا نجرب باش نعمل فيديو لايف ما تتعداش، فما تشويش كبير على الصفحة كيف كيف، حتى بالنسبة للوديمات لي سينيو قاعدين يوصلوني، معناها يعملوا في سينيال قوي برشا جماعة الذباب نتاع الإخوان وجناحهم المسلح اللي قاعدين نحكيو عليهم في كل مناسبة ديما، قاعدين يعملوا في سينيال قوي برشا للصفحة، وصلوا أثروا حتى على عدد المشاهدات نتاع البث المباشر اللي قاعد نقوم به، لأنه حتى معناها بهالباس اللي وقعت هذيا بعد اللي كان فما بيك مستقر لعدد المشاهدات لكل اللايف اللي نعمله، دونك ما تلقاهمش أقل من 100,000 150,000 مشاهد ومشاهدة، إلا أنه بعد الباس اللي وقعت هذيا في الفيديو الأخرانيين ولات الفيديو تعمل في 40,000 50,000 30,000. اوريزمون ما تحتش على 30,000 مشاهده، على الاقل فما صوت وصل ل 30,000 تونسي وتونسيه، وهذا نعتبره دوري وواجبي وقمت به على اكمل وجه وبشكل شافي وظافي. باهي، الفيديو نتاع اليوم باش نحكي فيها كالعاده في اطار متابعه للشان السياسي في تونس، وفي اطار متابعتي لبعض الكتل اللي اعتبرها نشاز داخل مجلس نواب الشعب وفي الساحه السياسيه التونسيه بشكل عام، كما ائتلاف الكرامه مثلا نعتبره نشاز موجود على الساحه السياسيه، وهذا موقفي وانا حر فيه. دونك كنت بثيت فيديو منذ يومين تقريبا او لامس في الليل، حكيت فيه على ردود افعال نواب الكتله هذيا نتاع ائتلاف الكرامه ورئيسها، والمستوى المتدني والمنحط اللي يتوجه به زملائهم من مختلف الكتل في البرلمان التونسي، تقريبا يهاجموا في كل الكتل باستثناء حلفائهم الزوز، يهاجموا في كل الكتل التي ادانت بالاجماع في مكتب مجلس نواب الشعب العنف الذي قام به سيف الدين مخلوف تجاه زميلته النائبه عبير موسي، ولا ادانته ايضا منظمات دوليه مش حتى تونسيه ولا البرلمان التونسي. هذا حكيت فيه، تنجموا لما تفرجش نجم يرجع يتفرج على الفيديو ويشوف المستوى المنحط للنواب ذوما في ردود الافعال نتاعهم تجاه نائب رئيس مجلس نواب الشعب مثلا نائب طارق الفتيتي، تجاه الكتل الاخرى التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحية تونس، تقريبا الكتل الكل خذوا حظهم في السب والشتم والثلب من طرف القيادات نتاع ائتلاف الكرامة وأنصارهم. به الفيديو نتاع اليوم ماهوش باش يتجاوز 9 أو 10 دقائق على أقصى تقدير، باش نحكي فيه على ظاهرة خطيرة برشا، كيف كيف من خلال متابعتي لللايف اللي قاعدين يبثوا فيه هما ولصفحاتهم، لانه برشا ناس تو تقول لي كيفاش قاعد تتبع فيهم وتسمع فيهم وتسمع في فيديوهاتهم، نجاوبكم توكور نسمعوا فيديوهاتهم ونعاودوا نسمعوا باش نجموا نفتحوا الالاعيب نتاعهم والمغالطات اللي قاعدين يروجوا فيها للراي العام وقاعدين يبثوا فيها، كل مره يبثوا في نوعيه من المغالطات الا بالحق يبدا انسان ماهوش متبع للشان العام تجد عليه تنطلي عليه الحيله معناها. دونك تفرجت البارح في الليل على فيديو لايف عملوا النايب زياد الهاشمي على كتلة ما يسمى بائتلاف الكرامة. باهي، النايب هذا باش نذكر شوية ساعة، النايب هذا اللي صارت وقتها وقعت عليه بوليميك كبيرة، أول ما تنصب المجلس النيابي جديد رفع شعار رابعة الإخواني الإرهابي في البرلمان التونسي، هذا نتفكروا الناس الكل وحكينا فيه ودورت وسائل الإعلام كلها تقريبا. باهي، وهذا نفس النايب كيف كيف اللي وقتها خرج الفنان شمس الدين باشا قال كونه فما نايب حاليا مستغرب منه كيفاش ولا معناها التوجه نتاعه وفكره وكل في البرلمان، هو نايب في البرلمان وانتخب في قائمة خارج تونس، هو يحكي على زياد الهاشمي ديجا من بعد تكلم عليه سمير الوافي الاعلامي سمير الوافي، وزياد الهاشمي لم ينفي ذلك ولم ينكر ذلك، الا هو كان يخدم في فرقه شمس الدين باشا، وهذا ليس بفضيحه وليس هو بعاء بالكل، كان يخدم في فرقه شمس الدين باشا وكان يحيي ايضا في حفلات 7 نوفمبر ذكرى 7 من نوفمبر اللي هي البارح بالمناسبه مع الفنان شمس الدين باشا، يعني كان يحيي في الفرقه نتاع 7 نوفمبر في ذكرى 7 نوفمبر في فرقة شمس الدين باشا. كما قلت هذا رانا نكن كل الاحترام لكل الموسيقيين ولكل أهل الفن، احنا مشكلتنا فقط مع اللي يتنكروا لأصلهم ومع مع اللي يتنكروا لمهنتهم بعد ما ولاوا توا نواب وبعد ما ارتداوا رداء الثورة كذبا وبهتانا ما يسمى بثورة لأنه مش ثورة ديما نقول. هذا هو. دونك باش نحكي على زياد الهاشمي وباش نحكي على الفيديو الأخرى، فقط قصيت مقطع صغير تقريبا فيه 22 سيكوندا أو 20 سيكوندا 20 ثانية من الفيديو اللي تفرجت فيه البارح، وتنجموا ترجعوا له طبعا باش ما يقولوش كالعاده يفبركوا ولا يعملوا في مونتاج، تنجموا ترجعوا للصفحه الرسميه نتاعو زياد الهاشمي وتتفرجوا على الفيديو هذيا باش نحكي على ظاهره خطيره برشا في تونس، ظاهره اللي هما ديما معناها يعتبروها تهمه يلفقوها للمعارضين نتاعهم، تعرفوا المعارضين نتاعهم خاصه الدستوريين او التجمعيين شو يقولوا لهم جماعه ائتلاف الكرامه؟ ينعتوهم بابشع النعوت، اتزغريت، سامحوني في الكلمه هي كلمه عربيه فصحى هم يستغلوا فيها طبعا، الطحين، التلحيس الى اخره من الالفاظ هذيك، التطبيل، التسكير، نهرتوا لهم ينعتوا في زملائهم بهذه النعوت.
هنا باش نعطيكم معناها فكرة مش صغيرة بركة، فكرة معناها متاع عار، متاع فضايح، معناها متاع فضايح، فضايح كبيرة. دونك للناس هذية كيفاش تتعامل مع القيادات متاعها، الأنصارهم، أنصارهم. ما هو احنا نعطينا معناها نطبلوا البرقيبة ونطبلوا ونقلهوا في برقيبة ونقدسوا في برقيبة إلى آخره. هاني باش نعطيكم توا فكرة بسيطة على الناس هذية كيفاش تتعامل مع القيادات متاع ائتلاف الكرامة. هذا الفيديو يحكي فيه زياد الهاشمي على مختلف المواضيع السياسية، يحكي على زيارة وزير الداخلية الفرنسي ما يهمناش فيه، احكي على الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام ما يهمناش فيه، الكلام هذا كله داولوه معناها الناس الكل. دونك باش نعطيكم فقط المقطع هذا ال 20 ثانية هذية اللي يتفاعل فيها زياد الهاشمي النايب هذا مع الجمهور نتاعو اللي قاعدين يكتبوا له في تعليقات. هاني قصت لكم 20 سكوندة تفرجوا فيها. أحد المعلقين يذكروا زياد الهاشمي باسمه، يسلم عليه ويذكروا باسمه، شو يقول المعلقين هذا؟ أحد المعلقين هذو ما شنو يقول لزياد الهاشمي؟ يقول له نحبكم ونتمنى نبوسكم من سقيكم. تو تسمعوها بالصوت والصورة تتفرجوا عليها. إذا كان إنسان يساند حزب سياسي ولا يساند رئيس حزب ولا رئيس حزب يسميه طبال ولحاس وبيه وعليه وزغرات وكل شيء، أخاطر ساند فقط، أخاطر ساند وقال أنا مع الحزب الدستوري الحر مثلا، ولا أنا مع الرئيس الفلاني، ولا أنا مع السياسي الفلاني، يسميوه معناها سبايحي، يسميوه طبال، يسميوه زكاري، يسميوه لحاس، يسميوه الكلهم هذوما الكلهم، ومعاهم كلام ما أشنع ما نجمش نقوله. ما بالك إنسان ذكر، معناها حبش نقول بخاطر تعرفوا الفرق ما بين الذكورة والرجولة فرق شاسع، هذا يذكر يوصل يقول لي نايب نتمنى نبوسكم من ساقيكم فردا فردا على النواب متاع كتلة ائتلاف الكرامة. يذول إذا يتجاوز كل الحدود متاع التلحيس والتطبيل واللي قلتوه انتم الكلكم والتزغريت، هذا أعظم من التزغريت، أعظم من التطبيل، أعظم من هالأوصاف هذه كلها. أنتم تتفرجوا عليه باو، إحنا شيء هذا لما حالة نعرفه موجود فيهم الإخوان والأتباع متاعهم، لأنه زميمهم في يوم ما، وإحنا توا كما قلت البارح الذكرى متاع 7 من نوفمبر، زميمهم في يوم ما في مثل هذا اليوم قال من المنفى متاعه كون ربي الفوق وبن علي اللوطة. دونك هما الرواة متاع الزغريت والتطبيل والتسكير والتلحيس ولا تحبوا عليهم انتم الكل. دونك هذا بروفي معناه ما جبناهش من عنا. وكيف في 2011 الأنصار متاع نفس الشخص هذاك استقبلوه بغناية قيلت للرسول ولا تقال إلا للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، طلع البدر علينا وأيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، هذا كله قالوه على زميم متاعهم. كيف دونك عندهم النوسيون تاع التقديس والتأليه، مش احنا اللي عنا، احنا كيف نتحدثوا على بورقيبة نتحدثوا على انجازاته وعلى منجزات دولة الاستقلال، الا بالحق نقولوا شابوبا والتو نقولوها والغدوة والعام الجاي والمئات السنين القدام ونعترفوا بها ونعترفوا بانجازاتنا وننوروا بها الرأي العام. اما انتم يظهر لي تقدسوا في الاشخاص، انتم اللي عندكم التأليه والقداسة والتقديس اللي تحكيوا عليه انتم الكلكم وتتهموا به في معارضيكم، هذا عندكم انتم، هذا المناصرين بتاعكم يحبوا يبوسوا لكم سقيكم. شوفوا الذل وشوفوا العار، اسمعوا وتفرجوا هذا راجعي. كل لهم فهمهم الكل عنا والله، فما عباد يلحوا يبدأ يحلف فيك ويقول لك بربي سلم عليه، هذا محمد فاخت قال لي نحبكم برشا ونتمنى نبوسكم من ساقيكم من درشني. لا يا خويا ما تذلش روحك، انا نحبك ومرحبا بخويا ومرحبا بيك، خاطر حلفت باش نقرا لك اش كتبت. يظهر لي شفتوا وسمعتوا الناس كلها. دونك بربي للناس هذيا جماعة ما يسمى بائتلاف الكرامة والإخوان وجماعتهم كلهم وملف لفهم، بربي ما عادش تحكيوا على التطبيل وعلى التسكير، لأنه انتم إذا كان الناس عندها بعض الناس عندها هواية التطبيل والتسكير، انتم عندكم وراثة تقري، عندكم وراثة وفي التكوين الفيزيولوجي متاعكم وفي التكوين النفسي متاعكم تسري في دمكم، معناه انتم عندكم التوب متاع التطبيل، معناه توصلوا تبوسوا ساقين القياديين متاعكم، توصلوا تتمنوا تبوسوا ساقين القياديين نتاعكم فردا فردا، الخزي والعار. ها هو التطبيل يمشي على ساقيه، هذا هو التزغريت، اقوى من التزغريت، هذا شيء فاق الحدود نتاع التزغريت وفاق كل شيء. دونك فقط حبيت ننور الراي العام، باقي رانا وراهم والزمن طويل وماناش مسيبينهم لين التوانسة يفيقوا الاخر شو قعدوا الاخر رمق، نحاربوا ونقاوموا بالكلمه وبالقانون وبالحجه وبالاساليب الراقيه كما تعودتوا منا. ما كومش باش تسمعوا منا كلمه دونيه، ما كومش باش تسمعوا منا سب ولا شتم ولا قذف ولا الا يعملوا فيهم الكل مش تراوه منا، احنا عمركم مريتوه ولا باش تراوه منا، احنا فقط ننوروا الراي العام
مستوى محدود، مستوى ثقافي مثالش محدود ومتواضع نتحلو به مش مشكل، بمستوى ايضا نتاع مشاهدات ومتابعات نسميوه محدود مثالش احنا متواضعين نسميوه محدود، ولو انه محترم جدا معناه كيف نحكيه على 300,000 و400,000 مشاهده في الفيديو اللي نعمل فيهم، في كل فيديو كان يعمل في 300,000 و400,000 و500,000 وفما اللي حتى اللي عمل 800,000 و900,000 مشاهده، دونك بالنسبه لي معناتها محترم جدا. وكما قلت بكري في اول فيديو حتى كان يوصل الألف مشاهد برك راني قمت بواجبي وجو سوي تري ساتيسفي الحمد لله يا ربي، ما عنديش اشكال مع الناس اللي تتابع، لانه كما قلت قاعدين يضربوا في الصفحه ضرب ممنهج، كل الصفحات اللي نخدم من خلالهم قاعدين يضربوا فيهم ضرب ممنهج، الا احنا حجر الواد مازلنا موجودين، تسكروا صفحه هذه نطلعوا من صفحه اخرى، تسكروا صفحه اخرى نطلعوا على اليوتيوب، تسكروا اليوتيوب نطلعوا لكم من حيث لا تدرون، نطلعوا في المنابر الاذاعيه في المنابر التلفزيه وقت ما نحبوا نطلعوا، رانا عندنا الامكانيه باش نطلعوا وعندنا من الكفاءه ومن الفصاحه ومن الحجه والبرهان ان نخرجوا ونوضحوا للراي العام ونكذبوا المغالطات اللي قاعدين تروجوا فيهم. هذا اش حبيت نوصل لكم اليوم، ان شاء الله يومكم سعيد طيب، وان شاء الله في اقرب فرصه تلقاونا معكم كالعاده على المباشر بالتكنيك الجديده هذه، ننتظروا تعليقاتكم ورجاء انشروا الفيديو على قد ما تقدروا، خلي الناس تعرف شنو هي طبيعة المساندين والمناصرين متاع ائتلاف الكرامة.